تحية للموقع دارات أنفو على المتابعة ديالو لهاد الأنشطة وهاد البرنامج اللي عند جمعية النضال في علاقتها مع برنامج مشاركة مواطنة اللي مراقب ومتابع ماليا وإداريا من طرف مكتب الأمم المتحدة لدعم المشاريع وممول من طرف الاتحاد الأوروبي. هاد الجداريات كتجي كأول برنامج داخل هذا المشروع اللي غيمتد على 9 ديال الأنشطة تقريبا على 9 أشهر. غادي يبتدا بهاد الجدارية التأسيسية كما كتشوفوا، هي استعمال ديال الفن من أجل توصيل الرسالة ديال أن قعر البحر يعاني وأن الثروات السمكية ديالنا في اضطراب إن لم نتنبه ونشعل الضوء على هاد المسألة. هي مناسبة كذلك باش أننا نحيي المساهمين ديالنا ولا الشركاء ديالنا المحليين اللي تعاونوا معنا وتعاملوا معنا وفتحوا الصدر ديالهم للبحر من أجل إنجاح هذا النشاط. أخص بالذكر المدرسة البحرية في شخص مديرها سيد الأبواب وفضاء المؤسسة بكل إمكانياته وضعه تحت رهن إشارتنا من أجل إنجاح هذا المشروع، وسيساهمون معنا كذلك من خلال الندوات والبرامج التي ستخلل هذا المشروع. كذلك أخص بالذكر بالشكر السيد مندوب بوزارة الصيد اللي كذلك هو الآخر تعامل معنا وكان وجهنا رسائل قبل قبول المشروع ديال الدعم لا هو ولا ديال المدرسة البحرية. أشكر كذلك الجماعة في شخص مومن صبيحي الذي كذلك قدم لنا رسالة دعم واللي كانت بمثابة نقطة قوة في نجاح المشروع. إذا هذا المشروع غيتخلوه مجموعة ديال الأنشطة. النشاط المقبل سيكون هو نشاط عبارة عن غطس، سيكون مشاركون من القصر الكبير جمعية ديال محبي البحر اللي غيجوا من القصر الكبير واللي غادي يحاولوا يجمعوا مجموعة ديال القمامة من قعر البحر وعرضها عبارة عن في قالب فني لكي تثير الانتباه. كذلك سنقبل على ندوة ربما ستكون رقمية بمشاركة الأطراف جميعا لأن الظروف ديال الوباء ستحتم علينا. إذا تطور الوباء إيجابيا ممكن أن نقوم بندوة مباشرة بحضور هاد الشركاء. كذلك ستكون توزيع ديال القفات والسلات على المراكب ديال الصيد. كذلك ستكون هناك عرض وثائقي حول المخاطر ديال التلوث اللي يعاني منها البحر. كذلك سندرج ندوة حول محور ديال التشريعات والقوانين الحامية للبيئة البحرية، وسنختم ذلك بمذكرة ترافعية لهذه الأطراف. كذلك لا مش ما ننساش واحد الطرف آخر اللي هو يكون شريك معنا هنا هو الوكالة الوطنية للموارد. إذن في الأخير سيكون هناك حفل ختامي لتتويج المتفاعلين داخل هذا المشروع. إذن هو مشروع طويل ونتمنى أن ننجح في هذه التجربة وأن نلقى السند من المجتمع المدني من هذه الأطراف المشاركة لكي نساهم في إثارة هذا الموضوع ديال تلوث البيئة البحرية. كما كتشوفوه هي كتبين واحد شخص اللي كيصطاد واللي ولا فقط هناك قمامة في البحر، وهناك طفل اللي كيشاهد هاد التلوث وهو إشارة للمستقبل والأجيال القادمة على أن سنخلينا ثروات طبيعية كما هي أو ممكن أننا نزيدوا إلى حمينا البحر. أنا كما كنقول دائما هو البحر بحال الشجرة، إلى قابل فيه إلى سقيت فيه راه غادي تحيا، وإلى هملت فيه ولا بحال سلة القمامة راه سنعاني لأن الثروات البحرية هي مرتبطة بالبطالة، مرتبطة بفرص الشغل، هي مرتبطة بمجموعة ديال الأشياء، توازن الأسر البحرية. إذا إلى فرطنا في هذه الثروة السمكية وبقى هذا اللامبالاة بهذا الشكل سنضيع المستقبل. كنتراسين بانك بعد أن نديروا الحديث.